عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض ابرز ملامح خطه العمل المقترحه لتنميه الصادرات المصريه تمهيدا لعرضها على المجلس الاعلى للتصدير برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال الاجتماع اكد مدبولي ان ملف التصدير يتصدر اجنده الاولويات خلال المرحله الحاليه، حيث تعمل الحكومه عليه بشكل مكثف في اطار جهود الدوله نحو مضاعفه حجم الصادرات المصريه وفتح اسواق جديده امامها. وخلال حديثه شدد مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص سواء بإقامة مخازن أو مراكز لوجستية وغيرها. بحث وزير البترول طارق الملا مع ديمتريس كوبيلوزيس رئيس مجموعة كوبيلوزيس اليونانية أوجه التعاون المحتملة بين الجانبين في مجالات التجارة ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي. وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول ينفذ برنامج بحث واستكشاف مكثف يستهدف زيادة الاحتياطيات من الثروات البترولية للاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فائض لصناعات القيمة المضافة والتصدير. من جانبه أشار رئيس المجموعة اليونانية إلى أن التعاون مع مصر يعد خيارا استراتيجيا هاما للمستقبل في ظل المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به مصر. أعلن البنك المركزي المصري نجاح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي التابع له في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية. وذكر البنك أن ذلك يأتي في إطار استراتيجيته لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي خلال السنوات الماضية. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 6.1 مليار جنيه. ربح رأس المال السوقي 75 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.961 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 3.27% في ليغلق عند مستوى 27719 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 6478 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 9242 نقطة. توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على البترول خلال عام 2024، وقال مسؤول الوكالة إن السوق العالمي للنفط سيشهد فوائد كبيرة خلال العام الجاري، مرجعين السبب في ذلك إلى ارتفاع إنتاج دول العالم النفطية غير الأعضاء في أوبك، وهو ما سيعوض قرارات مجموعة أوبك بلس بخفض الإنتاج للمحافظة على سعر البرميل. سجل معدل التضخم السنوي في الكويت مستوى 3.37% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، ونما مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات 4.7% الشهر الماضي، بينما زادت أسعار المطاعم والفنادق بنحو 2.4%. كما أظهرت البيانات زيادة في أسعار الكساء والملبوسات بنسبة 6.7% والنقل بنسبة 2.4%. ذكرت منظمة السياحة العالمية أن عدد السياح الوافدين إلى قارة أفريقيا العام الماضي ارتفع بنسبة 96% عن مستوى قبل جائحة كورونا. وأوضحت المنظمة أن القارة السمراء هي ثاني منطقة تسجل أقوى انتعاش في النشاط السياحي خلال العام الماضي بعد منطقة الشرق الأوسط.